الصبح. أحمد قام بسرعة بده يشوف وين صاحب الضفدع اللي بحبه كتير. تفاجأ أحمد، يا حرام ما في ضفدع. الضفدع يمكن معقول، صار يفكر أحمد إنه يمكن تخبى تحت التخت أو جوا الجزمة أو تحت البلوزة. يمكن تخبى الضفدع تحت التخت. الكلب صار فاق وصار بتطلع إنه وين راح الضفدع، بفكر زي أحمد. أحمد مطخي حاطط إيديه تحت دقنه مستغرب وزعلان، وين راح الضفدع؟